طبعا احنا نتامل ان المساجد تتحول لمساجد ذكيه، يعني الحين الانظمه هذه ناضجه وارخص. يعني انا اعتقد ان النظام الوحيد او السيستم الوحيد اللي تركبه في البيت او في المبنى بشكل عام وترجع قيمته. المغرب يسكر شترات ويفتح الاضاءه الخارجيه. هذا الحين تيست ولا؟ انا يوسف الجلاهمه، مدير التنفيذي ومؤسس شركه سمارتك للاجهزه والانظمه الامنيه. عند براءة الاختراع سجلتها في مكتب براءة الاختراع دول مجلس التعاون الخليجي لثرموستات يتحكم في تكييف المساجد حسب مواقيت الصلاة، فيرفع الحرارة إذا يعني بعد الصلاة وقبل الصلاة يخفض حرارة التكييف بحيث أن المصلين يجون تكون الأجواء يعني مناسبة للمصلين. بهذه الطريقة توفر طبعا كهرباء واستهلاك أجهزة التكييف، هي تقلل الانبعاثات الحرارية اللي هي من أجهزة التكييف. جربنا المشروع في 4 مساجد، مسجدين ركبنا فيه الثرموستات الذكي ومسجدين يعني خليناهم على وضعهم العادي والتقليدي، ولقينا فيه توفير يعني وتوفير حلو يعني. طبعا الموضوع يحتاج شوية دعم عشان يتم تطوير النظام بحيث انه يشمل المسجد كامل، مو بس التكييف، الاضاءات وحتى الابواب وكل شيء. وتطويره سهل يعني، ما هو شيء صعب يعني. جت الفكره، انا كان عندي كنت قاعد اسوي برنامج حق مواقيت الصلاه، وهو ثرموستات حاله حال اي ثرموستات ثاني، لكن احنا مبرمجينه بحيث انه يحسب مواقيت الصلاه، يحسب دخول رمضان مثلا فيحول على مواقيت رمضان، لان مواقيت رمضان اشغال المسجد في رمضان اكثر من الايام العاديه او الاشهر الثانيه، فهو يحول مثلا بوقت الاعياد مثلا حق صلاه العيد، فهو يحسب ويشغل المسجد وقت صلاه العيد. طبعا عندنا احنا من السمارت بانل نقدر كذي تطفي كل شيء وكذي تفتح كل شيء عدل، ومن التلفون هي سيري ليفينج ذا اوفيس طفي كل شيء والتكييف وتطلع. احنا عندنا هني في الشركه احنا نركب انظمه السمارت هوم سيستم اللي هو المنزل الذكي، انظمه المنزل الذكي واللي هي التحكم في كل شيء في البيت، تحكم في التكييف، في الإضاءات، في الشفاطات، يعني بكل أجزاء البيت، الشترات والهذا، وهذه أنظمة نركبها احنا في البيوت يعني. المشكلة اللي نواجهها في تركيب الأنظمة الذكية في البيوت اللي هي النظام الذكي للحين مو معتمد عند وزارة الكهرباء، ما نقدر نركب النظام قبل إيصال التيار. فنضطر نركبه بعد إيصال التيار. وهذا يكلف العميل نفسه ويكلفنا حتى احنا مجهود ووقت. وايصال وتركيب النظام قبل ايصال التيار يعني اسهل، وحتى النظام نفسه يعني يكون مركب بالطريقه الصحيحه والسليمه.